يا شباب، انا معاكم النهارده، انا الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث السابق. الحقيقه انا فخور ان انا اكون معاكم وباشارك في المبادره العظيمه اللي بتعملها وزاره الشباب والرياضه. عمل الحقيقه يستحق التقدير ويشرفنا كلنا، لان دي مبادره مهمه في التوعيه في هذه الفتره الحرجه من موضوع كورونا. شيء عظيم، انا بهني الوزاره على هذا العمل، وانا بصراحه سعيد وفخور ان انا اشارك مع الوزاره واتواجد معكم في هذه المبادره الكريمه باذن الله. انا عايز اتكلم مع حضراتكم على موضوع الساعه، موضوع شم النسيم. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا سمعنا ان في ناس بتفكر تنزل تقعد في تجمعات في الحدائق العامه او في اماكن اخرى منتزهات. الحقيقه انا عايز اقول كلمه مهمه جدا، ده يمثل خطوره كبيره. ليه؟ انا لو عملت كده انا مش بشم نسيم، انا بشم كورونا. ليه؟ لان وجودي في وسط التجمعات انا ما اعرفش مين اللي جنبي، فقد يكون هناك انسان حامل الفيروس وما فيش عليه اعراض هينقلها لي وهينقلها لولادي واحبابي. فاذا التجمع في مثل هذا اليوم يمثل خطوره شديده. فانا الحقيقه بقى اناشد الجميع ان يوم شم النسيم ده هنقضيه في البيت، هنقعد مع بعض، هنقعد مع اولادنا، وبعدين ممكن نعمل حاجات جميله واحنا قاعدين في البيت. ممكن برضو نلون بيت ونلونه بطريقه طبيعيه بعيد عن الالوان. يعني احنا بنستخدم الكركم، بنستخدم الكركديه، بنستخدم الشاي، الحاجات دي بتدي الوان مختلفه للبيت. ونقعد مع الولاد ونقعد في البلكونه، ممكن ناكل الحاجات اللي تعودنا عليها في شم النسيم، الحمص الاخضر اللي كنا بنقول عليه الملانه زمان. كل دي اكلات، سلطه خضراء، حاجات جميله واحنا قاعدين مع بعض في البيت في امان، بعيد تماما عن احتمال اي اصابه. يبقى كده حافظنا على نفسنا وحافظنا على الناس من اي تعرض لهذا الفيروس اللعين. وكل سنه وحضراتكم طيبين.